برضو الكونديشن بتاع الكونفوليوشن احنا كنا شفناها في اللابلاس ترانسفورم برضو هنا بيهولد نفس الكونديشن، هو ما فيش اي اختلاف. هلاقي عندي لو عندي اكس بتكونفولف مع اتش، اوكي واي بتساوي اكس كونفولف مع اتش، هلاقي ان واي اوميجا بتساوي اكس اوف اوميجا تايمز اتش اوف اوميجا. فمعنى كده احنا برضو ممكن برضو نعمل نفس العلاقات بتاعه الترانسفير فانكشن اللي احنا كنا شفناها في اللابلاس ترانسفورميشن نقدر نعملها هنا برضو، بمعنى ان انا اقدر احسب اتش اوف جي اوميجا او اتش اوف اوميجا هي عباره عن لابلاس بتاع اتش اوف تي عند اس بتساوي جي اوميجا. اوكي، او ممكن احنا نقول بنفس الشكل اللي احنا شفناه هناك في اللابلاس ان احنا عندنا اتش اوف اوميجا بتساوي واي اوف اوميجا على اكس اوف اوميجا. اوكي، او ممكن نقول على طول مباشره ان اتش اوف اوميجا هي عباره عن الفوريه ترانسفورميشن مباشره واتش اوف تي نفس الحكايه بالظبط، مفيش اي اختلاف. فدي طبعا نفس البروبرتي دي بتدينا القدره ان احنا نحل ديفرنشال ايكويشنز ونعمل نفس الكلام اللي كنا بنعمله في الجزء بتاع اللابلاس ترانسفورميشن عشان نبسط الحل بتاع لينير تايم انفاريانت سيستمز. الجزء بتاع الفلتريشن هو عباره عن حاله خاصه من الـ السيستمز اللي فيها ببقى عايز مجموعه من الفريكونسيز تبقى تعدي ومجموعه تانية ما تعديش. اوكي، فاحنا المشكله بتاعتها في الفلتر ديزاين ان احنا هاو تو ديزاين اتش اوف اوميجا او اتش اوف يعني اتش اوف اس او اتش اوف اوميجا الاثنين هنا بيبقوا قريبين من بعض بحيث ان هي تبقى راشونال فانكشن اوف اوميجا. اوكي، وبتساتسفاي سيرتن سبيسيفيكيشنز ذات الاو جيتنج ريد اوف نويز. اوكي، والسبيسيفيكيشنز دي بتبقى عاده جيفن في فريكوانسي دومين. اوكي، ويبقى الاوتبوت بتاعي ساعتها عباره عن اتش اوف اوميجا اللي هو الفلتر ترانسفير فانكشن بتاعتي تايمز الاكس اوف اوميجا. هناخد امثله على الفيري كومن فلترز اللي احنا ممكن نلاقيها عندنا في السيجنال بروسيسنج وبنستعملها كتير حتى في الالكترونكس. لو احنا بنتكلم على لو باس فلتر، اوكي، وده احنا بقى بنتكلم على ايديال فلتر، احنا بيسك بقى عايزين مجموعه من الفريكوانسيز من اول زيرو لغايه فريكوانسي معينه تعدي والباقي ما يعديش. فبيسك انا ممكن اعمل اتش اوف لو باس اوف جي اوميجا بتساوي واحد بين يعني في الفريكوانسي رينج اللي انا عايزه في اللو باس فريكوانسي رينج اللي انا عايزه والباقي يبقى بيساوي صفر. نفس الكلام ممكن اعمله في الهاي باس في الباند باس فلتر، ونفس الكلام ممكن اعمله في الهاي باس فلتر اللي هو في عندي فريكوانسي اللو فريكوانسي ما بتعديش، ونفس الكلام انا ممكن اعمله في الايه في الباند ريجكت فلتر او النوتش فلتر. اوكي، الاحظ حاجه مهمه جدا ان انا بتكلم هنا على يعني بتكلم هنا على النص اليمين من الايه من الاوميجا. طبعا لو بتكلم ان انا بفلتر ريل سيجنالز يبقى معنى كده لازم الجزء الثاني اللي هو ناحيه الشمال الجزء بقى اللي هو فيه نيجاتيف اوميجا يبقى سيمتريك مع الجزء ده، وعاده في الفلترز بتاعتنا بحاول اخليها ريل، فدايما الجزء الشمال بتاعي بيبقى بيسكلي ميرور ايمج من الجزء ده، يعني يبقى سيمتريك فيرجن من الايه او يعني ميرور ايمج من الجزء اللي ناحيه اليمين ده. اوكي، فاللو باس فلتر هيبقى عباره عن حاجه شكلها كده، يعني عباره من ناقص اوميجا واحد لغايه اوميجا واحد. الباند باس هيبقى عندي الـ هنا اوميجا واحد اوميجا اتنين، هيبقى عندي ناحية تانية في الناقص او في النيجاتيف اوميجا من ناقص اوميجا واحد لغاية ناقص اوميجا اتنين وهكذا. اوكي، ده علشان نخلي الفلتر بتاعنا نبسطه ونخليه ريل فلتر، يبقى الكوفيشنز بتاعته تبقى ريل.